الإنسان إذا ذكر بالقرآن يقف، هذا ديدن من يعلم عظمة القرآن. وقد كان في زمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عرف تاريخيا بمعركة الجمل ما بين علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ومن معه من الصحابة، وما بين فريق آخر من الصحابة، عائشة والزبير وطلحة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ممن شهد معركة الجمل محمد بن طلحة بن عبيد الله التيمي رضي الله عنه وأرضاه، صحابي اسمه محمد، ذكر البعض العلماء أن له صحبة، وهو أحد أربعة من أبناء الصحابة اسمه محمد، محمد بن أبي بكر ومحمد بن علي بن أبي طالب ومحمد بن سعد بن أبي وقاص ومحمد بن طلحة، وأبو طلحة بن عبيد الله المشهود له بالجنة، أحد العشر المبشرين رضي الله عنه. طلحة محمد هذا شهد معركة الجمل كارها، أي لا يريد أن يشارك فيها، فلما دخل المعركة نزع درعه وألقاه على الأرض ثم ارتقى عليه، فكلما جاءه أحد ليقاتله من الفريق الآخر كان يقول له: أنشدك الله وحاميم، يعني أنشدك القرآن، ألا تتعرض لي، فيتركه. حتى جاءه من جاء، وقيل رجل من بني عبس، وقيل رجل نصري، وقيل غير ذلك. هذا الذي جاءه لم يبالي بما قال، لما قال له محمد نشدتك الله وحاميم لم يبالي فقتله. فلما قتله طعنه بالرمح فكب على وجهه رضي الله عنه وأرضاه. فرغت المعركة، انتهت. فمضى علي رضي الله عنه يمشي في القتلى، وكان معه عمار بن ياسر والحسن ابنه رضي الله عنهم جميعا. فبينما هم يمشون يتفقد علي القتلى، رأى الحسن رجلا مكبا على وجهه، أي لا يرى من هو، لا يعرف، فقلبه الحسن فعرفه، فاسترجع وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا والله فرع قريش، سمعه أبوه علي. فقال له: من هذا يا بني؟ قال: هذا يا أبتاه محمد بن طلحة بن عبيد الله. وكان علي رضي الله عنه يعرفه، فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، والله إن كان لرجلا صالحا. ثم أخذ علي ناحية المعركة قعيدا كئيبا يبكي على ما يرى، فقال له الحسن ابنه: يا أبتاه، ألم أكن قد نهيتك عن هذا المسير، لكن غلبك على رأيك فلان وفلان؟ فقال أبوه أي علي رضي الله عنه: قد كان ما كان، والله يا بني وددت لو أنني مت قبل هذا بعشرين سنة. ينفع هذا فيما يرى اليوم بين المسلمين، العاقل المسلم من ملئ قلبه إيمانا لا يفرح بالاقتتال والاحتراب بين المسلمين، لا يعقل أن يصلون إلى قبلة واحدة ثم يقتتلون. لكن أحيانا يقول العربي الأول: إذا لم تكن إلا الأسنة مركب فما حيلة المضطر إلا ركوبها. يخرج في الأمة من يرفع عليها السيف، من يفرق جماعتها، من يهون أمرها، من يريد أن تختلف على ولاتها، فيقع ما يقع، أحيانا ردعا للفتنة، جمعا للأمر. وعندما يقوم العلماء الربانيون الناصحون ينصحون الناس على جمع الكلمة وعلى عدم رفع السيف في الأمة وعلى عدم الخروج على ولاة الأمر، يعظمون من عظم الله ومن عظم الله، يستندون إلى الآيات البينات والأحاديث الواضحات، فيأتي في الأمة عياذا بالله، نسأل الله الهداية لكل ضال، من يقبل قول أهل الأغاليط والأكاذيب والشائعات وما تمليه القنوات، ويترك هدي الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن الأمة في غنى تام عن هذا كله، فليس في فرقتها إلا الشر، وليس في اجتماعها إلا الخير. ولهذا ندم أمير المؤمنين وهو علي على ما كان، وقال: وددت لو أنني مت قبل هذا بعشرين سنة، أي لا يقع مني ما وقع، على أنه ما وقع كرها، لم يقع من علي رضي الله عنه اختيارا. ومحمد بن طلحة رضي الله عنه وأرضاه وجد نفسه اضطرارا على صلاحه وتقواه يدخل معركة مثلها.